في معرض جدة للكتاب مبادرات لوزارة الثقافة السعودية لتشجيع الكتاب. والفرنكوفونية تدخل المعرض لأول مرة. معرض جدة للكتاب المستمر حتى 16 كانون الأول بتيح الفرصة أمامكم لتتعرفوا على أجنحة لأول مرة موجودة فيه، مثل الجناح الفرنسي، جدة تقرأ الفرنسية. خلونا نروح سوا لنتعرف أكثر على هيدا الجناح. هذه المبادرة الرياض تقرأ الفرنسية أول مرة كانت تنطلق بال 2023 بمعرض رياض دول الكتاب بدعم من وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية هيئة الأدب والنشر، وكانت كتجربة أولى جدا ناجحة، وبتلاقي أنه في إقبال كتير من أساتذة ومدراء مدارس ليجهزوا مكتباتهم منشان يعملوا مكتب خصوصي للكتاب الفرنسي، وأهالي وعائلات عم بيشتغلوا أكتر أنه يقووا أولادهم لأنه بيطلبوا كتب مترجمة فرنسي عربي أو عربي فرنسي أو تعلم اللغة الفرنسية. يعني بلشت اللغة الفرنسية عم تتقدم شوي شوي بالمملكة العربية السعودية. أنا اليوم جيت مع ابني للمعرض، انبسطت كتير أنه في هذا الجناح الفرنسي. إشي كتير مهم أنه يتواجد هذا الإشي بالسعودية، لأنه في أولادنا يعني تعليمهم الأساسي فرنسي، لازم يكون في مصادر تعليمية لإلهم باللغة الفرنسية. من وراء النجاح تبع البافيون بالرياض حبت وزارة الثقافة والسفارة السعودية يرجعوا يجددوا البافيون بجدة. اللي عم بيكون تعاون لبناني، لأنه بالنهاية لبنان عنده علاقة مميزة مع الببليشرز الفرنسوية. هذا الجناح بيضم أكثر من 80 دار نشر فرنسي، يعني عم نحكي ما يعادل 15,000 عنوان فرنسي بحكوا مواضيع مختلفة، مواضيع أدبية، مواضيع ثقافية وأيضا علمية، وأيضا هالكتب بيطالوا جميع الفئات العمرية وبالأخص أطفال. بعد في تفاصيل مخبية بمعرض جدة للكتاب للتقرير المقبل.